السلام عليكم ورحمة الله تارت سانتياجو أشهر تارت في كل مدريد وكل أمريكا اللاتينية كل الدول الناطقة باللغة الأسبانية بيعملوا التارت ده جميل جدا جلوتين فري لاكتوز فري طعمه غني جدا هنعمله مع بعض في ثلاث دقايق نقول بسم الله خمس بيضات هنحط معاهم ذرة ملح اقل من نص جرام بعد كده هنحط معاهم 200 جرام سكر يبقى خمس بيضات في حدود 300 جرام او 290 جرام مع 200 جرام سكر هنحط ذرة فانيليا 15 جرام بيكنج باودر مع 200 جرام لوز بودرة يبقى تارتا سانتياجو بتتعمل باللوز البودرة وفي نوع خشن ونوع ناعم انت بقى تفضل اللي اللي يعجبك فيهم هنحط شوية فانيليا فانيليا شوجر وممكن تحط فانيليا ايسانس هتبقى اجمل وريحتها احسن بنحط خمس بيضات 200 جرام سكر ذرة ملح رشة فانيليا وهنضربهم على السرعة العالية لمدة من خمس لسبع دقايق لما يتعمل معايا الاسبونش هايش وفومي وقوي عشان يتحمل اللوز واحنا بنقلبه تارتا سانتياجو مفيد جدا الناس اللي هي عامله دايت او كيتو تعمل نفس المقادير دي بسكر استيفيا هيطلع معاهم زي الفل يعني ده لو كالوري لو عملته بسكر استيفيا وجلوتين فري للناس اللي هي بعمله مشاكل مع الدقيق زي ما انتم شايفين في سبع دقايق هيطلع معايا زي الفل بعد كده بقلب عليه كاني بعمل سبونش عادي يبقى الطرط سهل جدا جلوتين فري لاكتوز فري الناس اللي عندهم مشاكل مع اللاكتوز وبيتحط معاه سكر بودره زي ما احنا شفنا في اول فيديو وبيتقطع كيكه مع الشاي بنقلبه بالراحه نجمع كل المكونات جنتلي بالراحه بذوق برقه عشان خاطر ما يهبطش مني وبعد كده بعمله فورمه مقاس عشرين سم يبقى المقادير دي لفورمه مقاس عشرين سم هنفضي فيها طبعا انا لافف الفورمه بالبلاستيك فيلم او البلاستيك الاسترتش وده بيخش النار مفيش اي مشكله. فضينا المقادير كلها الفرن عندي جاهزه ميه درجه مئويه مسخنها بقالي ربع ساعه هديله هزتين اطلع البابلز او الهواء اللي فيها كله وبعد كده هبدا ادخله في الفرن عندي 170 درجه مئويه على الاقل 15 دقيقه قبل ما اشتغل تكون سخنه بالظبط بسويه على 170 بياخد في حدود 30 ل 40 دقيقه طرط جميل جدا جدا مع الشاي مع القهوه ممكن تعملوا كوفي بريك حاجه وهم الكيكه ما بتعلاش زي الاسبونش العالي لان طبعا انت عارفين دي القمح خفيف فبيطير لكن ده دقيق اللوز فما بيفومش زي ما احنا متوقعين بالظبط بتاخد بتعلى نص سنتي او بالظبط نفس المقاس اللي احنا سويناه عليه بنستنى يبرد بنديله السكر بودره بيبقى كده جاهز عندي للسيرفنج اتمنى لو عجبك الفيديو ادعي لامي وابي بالرحمه وياريت تتابع بقية الفيديوهات على القناة 450 فيديو كل ما تتخيله